احتفلت رعية كنيسة سيدة الانتقال للروم الكاثوليك في المفرق بالزيارة الرعوية الأولى لسيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بتراء وفيلادلفيا وسائر الأردن. وكان في الاستقبال مجموعة من الآباء الكهنة والشمامسة والكشافة وأبناء الرعية في المنطقة. كيف بدي يكون نور أنا؟ كيف بدي شع؟ كيف بدي أطلع من اليأس؟ كيف بدي أطلع من القنوط؟ بقول شو فيها هون بالمفرق؟ بلد بعيد، خليني أروح لمحل تاني أترك يلا. لا، هون ربنا زرعنا هون بهذه البلاد حتى نعرف نشع وحتى نكون نور. إذن يا أحبة، نحن عنا رسالة في وسط هذا البلد، عنا رسالة أساسية من نحملها للآخرين لكي يروا أعمالنا الصالحة ويمجدوا أبانا الذي في السماوات. أمين. وبعد ترأس المطران جبارة لقداس إلهي، جرى لسيادته حفل استقبال في باحة الكنيسة. ألقى خلاله كاهن الرعية الأب الأيكونوموس سامي قندح كلمة ترحيب، تلاه في الحديث الدكتور يوسف كبوشي الذي أشار في كلمته إلى جملة من القضايا والمشاكل التي تواجه الرعية. كما ألقى السيد موسى النبر مسؤول شبيبة المفرق كلمة استعرض فيها بدايات وتأسيس الشبيبة وانطلاق البراعم والإعداد لديهم. وبعد تقديم الهدايا التذكارية، قام سيادته بعمل زيارة لمباني المدرسة وغرفة الشبيبة في الكنيسة للاطلاع على الوضع العام للمباني.